في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين يفرقون الدين إلى أحزاب وإلى مذهبيات وإلى عصبيات، وإذا وسد الأمر لغير أهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر الساعة. وقال: إن من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة في دين الله. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، مثل ما استمعنا فيه المصادمات الإعلامية المنسوبة إلى الدين زورا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا نقول غير هذا. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. فإلى الله نشكو.